اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، بدايه اسبوع سعاده وهنا على كل الساده المشاهدين اللي بيتابعوا القناه الاولى. النهارده مع بعض المطبخ بتاعنا تدريبي، نعتبر ان هو تربوي لكل مبتدئين المطبخ. هنقول الف باء مطبخ مش قوي كده. معانا مقلوبه النهارده، المقلوبه بتختلف عليها الاقاويل، البعض يقول لك دي بتاعتنا، بتاعت بلدنا، ده سلو بلدنا. المقلوبه اللي يعملها تاخد اللقب بتاعها. انا هعملها النهارده بخفه دم مصريه، مقلوبه بالبتنجان مع اللحم المفروم. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، وهل ممكن نعملها بالارنبيط، نعملها بالفراخ. الكلام والاجابه هنشوفها من خلال الحلقه ان شاء الله. معانا كوسه النهارده لطيفه وجميله خضراء لسه طازه، هنعملها شوربه النهارده بالكزبره. الكوسه مفيده للقلب، من الخضروات الجميله جدا للقولون واللي بتساعد على الهضم. هعملها النهارده شوربه مع الكزبره، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، واحنا محتاجين في ايام الشتاء الشوربه اللطيفه الحلوه اللي تدينا طاقه وتدينا دافع. معانا معركه النهارده ما بين الفطير المشلتت والقرع العسلي، الاثنين بيتنافسوا على الطعم. كلنا عارفين طعم الفطير المشلتت من الصعيد الجميل والريف المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من ماسبيرو، مع القرع العسلي من خير ارضنا. الاثنين هيجمعهم كسرولة واحده ونسميها ام علي بالقرع العسلي. حلقه مهمه جدا مفيده جدا، هنستفيد منها معلومه غير معلومه، وهي مفيده جدا للمبتدئين في المطبخ، وخاصه اللي حابه تخش المطبخ تعمل اختراع. مقلوبه بالارضبيط والدجاج، المشكله لما اعملها باللحمه المفرومه بس على طريقه المغازي. هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بحلك سرك يا ابو الشيف. خط سير الحلقه هيمشي ازاي؟ معانا كوسه لسه ما تقطعتش، ومعانا بتنجان. ده بنستعرض الماتيريال بتاعنا عشان ندي اشاره ان تقدري بتكلفه المطبخ والحاجات اللي موجوده عندك تخترقي اي مطبخ انت حباه، حتى المطبخ الفلسطيني، الاردني، الخليجي. المقلوبه مشهوره جدا في كل المطابخ العربيه. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. معانا بتنجان رومي من خير ارضنا، ولازم يكون بتنجان رومي لطيف وحلو وطازه وفريش، ومعانا لحم مفروم، ومعانا بصل وتوم، ومعانا بقدونس، ومعانا كمان من البهارات ملح وفلفل وشويه كاري. الله عليك يا شيف. والرز المصري ده اساسي، وهو ده عصب والعمود الفقري للمقلوبه. غير الرز المصري المقلوبه ما تتعملش، ومحدش يفتي فيها خالص. ليه يا شيف مغازي؟ لأن الرز المصري غني بالنشويات والكربوهيدرات اللي بتساعد على تماسك المقلوبة عشان تتقلب في صينية بعد ما تستوي. المقادير شفناها مع بعض، أنا هشوف دلوقتي إزاي نتبل اللحمة المفرومة بتاعة المقلوبة. وإن إحنا نعمل المقلوبة بلحمة مفرومة دي حاجة جديدة يا شيف مغازي. أنت عايز تعمل فراخ بطريقة جديدة؟ عينيا يا فندم. أنا هقول لك على طريقة سهلة جدا. علبتين زبادي اسحبهم من التلاجة، اخفقيهم مع فص توم وعصرة ليمون وشوية ملح وشوية فلفل. تاخدي الفراخ قطعيها حطها في الزبادي لمدة ساعتين، شيلها من الزبادي دخلها الفرن. خلص الكلام، تحت أمرك يا ست الكل. طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة. زبادي بقى يعني لازم يكون طبعا تاريخ صلاحيته كويسة، ما يكونش بقاله كتير في التلاجة علشان ما يسببش مشاكل صحية، دي مهمة جدا. وخلينا نقول لحضراتكم علامه كده، لما تعرفي الزبادي في قلب التلاجه تاريخ صلاحيته خلص، مالكيش دعوه بالتاريخ اللي موجود، ليكي برؤيه العين. ممكن التلاجه الكهرباء بتاعتها فصلت، التبريد ضعيف، فده طبعا ملوش دعوه بتاريخ الصلاحيه. لو لقيت الغطا بتاعت علبه الزبادي طلع لفوق كده وعمل شكل كيرف، اعرفي ان علبه الزبادي دي خلاص اتخمرت وما ينفعش استخدمها. غطى علبه الزبادي بالمستوى بتاع ارتفاع علبه الزبادي، يعني مسطح كده، اعرفي ان علبه الزبادي بخير وسلام. معانا مين؟ أنا أمي الله يرحمها زمان كانت تجيب علبة الصفيح بتاعة السمنة وتعملها تطبقها كده وتحطها على عين البوتاجاز وتشوي السمك الرده، ده طعمه ببقي لغاية دلوقتي. الكلام ده مش موجود دلوقتي، بس أنت لو هتعمله في البيت تعمله زيت وليمون سنجاري، أما رده يكون في مكان فيه تهوية وتشويه على عين البوتاجاز عادي على جريلا كده. دلوقتي الأمور اتطورت، وفي جريلات وفي طاسات لطيفة جدا للشوي. هو ده السمك المشوي. هناخد اللحم المفروم نعمله قراص كده علشان نعمل النهارده المقلوبة بالبتنجان واللحمة المفرومة. بالشكل ده كده. يلا تبلنا لحتة اللحمة. حبايبنا اللي بيقولوا ان احنا عايزين نعرف التفاصيل الصغيرة للأكل الشيف بيعمله. اللحمة اتبلت زي الكفتة كده، بحمرها كده هنا بالشكل ده كده. الحلة دي هعمل فيها المقلوبة، الحلة دي هعمل فيها صلصة المقلوبة، الحلة دي هتحط فيها البتنجان، يعني هنسميها المقلوبة ذو الحلة الواحدة. بالشكل ده كده. اجابه الخرشوف احنا بنجيب الخرشوف من الراجل الطيب اللي بيوع العربيه او من اي حد بتاع خضار، بنلاقيه اخضر وحلو كده، نجيب اللي هو شكله اخضر وحلو، بنروح على البيت يتغسل بميه ساقعه. بعد كده بنجيب حله فيها ميه كتير، لو 2 كيلو 3 كيلو لازم تكون الحله كبيره، ونحط فيها شويه ملح وسلايز من الليمون، ونحط فيها الخرشوف، ونحط عليهم غطا تقيل شويه عشان ينزل تحت علشان يتسلق لانه هيطلع على الوش. بعد ما تلاقوا لونه اتغير واستوى، بتاخد الخرشوف ده تشيل الورق بتاعه، تعملوا له الصلصه الفرنسيه زي اخواننا الفرنساويين كده، وناكله يبقى لطيف وحلو. عباره عن زيت زيتون، معلقه خل، عصره ليمون في قلب الخلاط مع فص ثوم وصوص لطيف كده، وناكل الورق بتاع الخرشوف بيه. بقيه الخرشوفه بيبقى عندنا الكعب والقلب. الكعب اللي هو يتحشي، والقلب طبعا اللي هو يتعمل سلطه. انا هبدا احمر الكفته بتاعتي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه، وعندي البتنجان هقطعه دلوقتي واحمره، وعندنا الرز المصري. هو في شويه تظبيط كده وشويه بزنبلاص تحضير يعني للمقلوبه بالطريقه الجديده النهارده. خلونا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، مقلوبه بطريقه جديده النهارده. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تقطيع البتنجان حرفه. بتنجان جاب، انا شخصيا بحب اللون الاسمر بتاعه، وانا هعمله مقلوبه النهارده، فعايز اعمل اماره كده ان اللي ياكل من المقلوبه دي يعرف ان هي بالبتنجان، فلازم اسيب سواده وجماله، لان السواد والسمار حلاوه، خلي بالك، والبتنجان لحمه الفقير. يعني ايه يا شيف؟ يعني البتنجان ده مفيد جدا، غني بالالياف، غني بالاكسده بتاعته، الجمال اللي فيه كمان ان هو امن، يعني مفيش اي مشكله منه. انا هحمره كده ياخد صدمه ناريه اهو، مش هيشرب مني الزيت، خلي بالك، لان البتنجان بتاعي طازه بالشكل ده كده اهو. تحمير البتنجان مهم جدا، واقشر البتنجانيه كده واسيب شويه من الثمار بتاعها. نعم يا غالي، حاضر عينيا. بيقول لي اللحمه المفرومه راحت فين؟ ساب البتنجان وساب كل، جيب الصوره الحلوه دي وقول له الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ دي الكفته بتاعتي اللي انا هعملها مقلوبه. هنطلعها هنا كده عشان انزل بصلايه احمرها. شايفين الجمال ده كده اهو اهي اهي اهي، شفت اهي، اللهم صل على النبي اهي اهي، يلا اهي اهي. دي فين بعد كده؟ اصبر على رزقك. في خطوات مسبقه لعمل المقلوبه بطريقه جديده النهارده، وقولوا معايا حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. هي كفته الرز، ما تبقاش كفته الرز والمسمى ده الا بلحمه جمل يا ست الكل. لحمه جمل من عند جزار معرفه، تتجاب وتتفرم مع كوبايه رز مغسوله ومنقوعه لمده ساعتين 3 عشان ناخد النشويات اللي موجوده فيها. حمر البتنجان كده بتاع المقلوبه. انا عامل تركايه هنا، معايا الاساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. الرز المصري اللي انا هعمله مقلوبه نقعه في ميه مغليه، مش بسلقه، لا، جبت ميه مغليه من غير ملح من غير اي حاجه خالص، وحطه في ميه مغليه. ده الرز المصري، وهستفيد بالميه دي في المقلوبه، خلي بالك. يعني انا مش هرمي الميه دي، عشان الميه دي غنيه بالكربوهيدرات، الميه دي غنيه بالنشويات، موجوده فيها المعادن، فيها الفوائد بتاعه الرز، لانها ميه مغليه اكيد خدت العناصر الغذائيه اللي موجوده في الرز، فانا هستفيد بيها. بس هتقولي لي ليه نقعته في ميه مغليه يا شيف مغازي؟ ده كلام. انا معايا الوقت تايم بتاع الحلقه بتاعتي محدود، معايا اخراج، معايا ناس حبايبي، لازم اظبط الامور بتاعتي عشان اطلع بالاخر بشكل المقلوبه. اما بالنسبه لكفته الرز كالاتي: فرمنا اللحمه الجملي، بعد كده حطينا عليها الرز المغسول والمنقوع، بعد كده فرمناهم كلهم مع بعضيهم مع الخضره بتاعه الكفته، بقدونس، كزبره، شبت، كل ده مع بعض، وفصين توم حلوين، قرن فلفل حار عشان تبقى سبايسي. وبعد كده بنصبحها صغيره ونحمرها في قلب الزيت. بنكونوا مجهزين صوص طماطم لطيف وحلو، بتنزل مع صوص الطماطم ده وتاخد غلوه، نقدم معاها رز بشعريه نقدم معاها رز ابيض زي ما احنا عايزين. دي البصلايه بتاعت المقلوبه، عباره عن بصل وتوم مكان تحمير الكفته. دي التركايه بقى اللي عايز اوصل لها، مكان تحمير الكفته بنزل بشويه بهارات حلوين على البصله بالشكل ده كده، فلفل ملح على البصله، شويه كمون عشان البتنجان يحب الكمون ويحب الكزبره، المقلوبه بتحب البهارات العربيه بالشكل ده كده زي الفل. اقلب ده كله مع بعضه، بصلايه خدت لون خدت طعم، بصله وتومه مكان تحمير اللحمه المفرومه عشان انا ما عنديش شوربه. هجيب شوربه منين؟ ده لحمه مفرومه، لا سلقت لحمه على النار ولا سلقت فراخ على النار، خلي بالك. اهو بحمر البصلايه كده بالشكل ده كده. معانا مدام منى، حلو، سؤال ممتاز جدا. الاستاذه بتسال من خلال السوشيال ميديا، عايزه طريقه العمل السندوتشات عشان لما الاولاد يجوا رايحين على المدارس ياخدوا سندوتشات من ايد ماما. طريقه سهله وبسيطه، بتجيبي كيس توست بتخليها عندك في التلاجة. الطريقه السهله الاولى انك انت تاكليهم السندوتشات اللي هي تقعد لها عمر طويل شويه، يعني ما نعملش سندوتشات بيض. الوقت هياكل بيض في المدرسه او في على التخت بتاعه، اصحابه هيشموا ريحه البيض. اعملي سندوتشات جبنه، حاجات لطيفه حلوه زي الفل. تعملي له مع التوست ده تعملي البطاطس دي مقليه وتحطها له في قلب التوست ما بين بعضه مع شريحه من الجبنه. الحاجات دي كلها سهله وبسيطه. انا كده بحمر البتنجان. عندك طريقه كمان لعمل السندوتشات، بتجيب اللحمه البارده تعمليها تكون في التلاجة عندك وتقطعيها الصبح كده مع تحميرها في الزبده وتحطها ما بين التوست وبعضه مع برضه شريحه من الجبنه. ما تنسيش قطعه من الفواكه سواء تفاح او فراوله برضه في البوكس بتاع اللانش بوكس بتاع الطفل وهو رايح على المدرسه. الحاجات دي كلها مهمه جدا. الجوافه فيتامين سي مع الوجبه بتاعته، مش لازم برتقاني ويستفندي. البتنجان يتحمر بالشكل ده كده، صوص الطماطم جاهز بالشكل ده كده. اطبق المقلوبه بس وهناخد بعضنا ونمشي على طول. نرص اللحمه دي كده هنا بالشكل ده كده بتاعه المقلوبه. شوف انا برصها ازاي اهو. اللهم صل على النبي. معانا بتنجان، اللهم صل على النبي. باخد البتنجان ده كده اللي اتحمر منه واحطه هنا كده اهو، مقلوبه في الحله مش هدخلها الفرن اهو. وعرفنا سموها مقلوبه ليه يا مغازي؟ لان بتتقلب في قلب السرفيس بتاع التقديم. نجيب الرز المصري بتاعنا مغسول بعد ما اتغسل. الله الله الله. حطيته في ميه مغليه عشان يتشرب مع الكفته والبتنجان. لسه ما خلصتش. المقلوبه على طريقه المغازي وحقوق الطبع لدينا وبس. ترجع الكفته تاني هنا. الله عليك وعلى والديك. ناخد البتنجان يا عم الشيف. ماشي، نجيب بس مصفه كده صغيره. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. البتنجان يتحط هنا كده. ننزل بشويه رز تاني. هي فيها الصوص بتاعها اللي احنا حطيناه في البدايه خالص مكان تحمير اللحم. وغطي الحله، والمثل الشعبي يقول لك اتقل على الرز لما يستوي. شويه شوربه، شويه ميه من ميه الرز في قلب الحله، واسيبها كده يا عم الشيف على نار هاديه زي الفل. ويقدر البتنجان ده بعد تحميره ازين بيه طبق المقلوبه، مفيش مشكله. يعني عندي بتنجان اتحمر بعد المقلوبه دي ما بتستوي، بعمل ايه يا شيف مغازي؟ بزين طبق المقلوبه بالبتنجان اهو. نبص على المقلوبه كده واحنا طالعين فاصل، نودعها لمده 30 دقيقه، هنتفرج عليها ونبص عليها بعد الفاصل. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لكثافه البتنجان مع المقلوبه. انا عاشق للبتنجان وخاصه لما يكون مع طبق مقلوبه والرز يخش جوه اللحم بتاع البتنجان، بيبقى فيه حكايه. هنا الرز المصري بتاعنا غني بالنشويات، اللطافه والجمال فيه ان لما مع البتنجان وهو بيستوي كده اهو. شايفين المقلوبه بتاعتي اهي في قلب الحله، ما عملتش حاجه انا. الفاصل بتاعنا الرز شرب ميته وخليها زي ما هي كده، وانا مهدي النار عليها. حلو الكلام. نخش على اللي بعده، لمعركه بين الفطير المشلتت والقرع العسلي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض، ونفصل ما بين المعركه وما بين الفطير المشلتت بشويه مكسرات، شويه جوز الهند، شويه عسل او سكر، شويه فانيليا والحليب. قرع العسل بيتجاب يتسلق في قليل من الماء ويتهرس كده يبقى بوريه. معانا فطير مشلتت مقطعينه جاهز، معانا تشكيله من المكسرات يا عم الشيف. نبدا ندعمه بالسكر والفانيليا. الله، فانيليا عينيا اهو، وادي السكر زي الفل. فطير مشلتت، سكر، فانيليا، شويه زبيب. يا سلام على الزبيب ده لما يستوي مع القرع العسلي اهو، ينزل كده اهو. معركه اهو. بدعم القرع العسلي بكثير من المكسرات، فول سوداني، لو عندك لوز تبقى احسن مني، عندك عين جمل تبقى جودتي اهو زي الفل. معانا شويه جوز الهند، بندق، مش هيقول لا يا بندق، خرجنا بيحب البندق. ده جوز الهند، انا لازم اظبط التايم بتاعي. فالقصه كلها الرز خدته غسلته، بعد ما غسلته نقعته في ميه مغليه. ليه يا شيف؟ علشان يستوي شويه ويفك ويحل معايا. لما احطه هنا بقى بالشكل ده كده، الصوره اهي اهي يا ست الكل. شفت الرز معايا والبتنجان واللحمه المفرومه بقت كفته مع البصله اللي اتحمرت مكان تحمير الكفته مع التوابل، وعملت المقلوبه على عين البوتاجاز وفي حله واحده. دي طريقه المغازي. الله، بس هسيبها بتغلى بالتكتك عضل. نغطيها يلا نشوف ايه قصه المعركه اهو. سكر، ممكن تحطي بدل السكر عسل، الزبيب انا عاشق للزبيب لما يطرى كده مع القرع العسلي، وحليب. لا مش هحط نشا، تقول ما هو يعني هي لو عايزين فكره. والله العظيم الله عليك مخرجنا شاطر، بس واضح انك بتنافسني يعني. لو حطينا معلقتين نشا هنا مع القرع العسلي ده بقت مهلبيه القرع العسلي وخلاص. اغرفيها في اطباق وقدميها. زيناها بفراوله، زيناها بشويه قرفه ناعمه، وده طبق تاني اهو. لا زي ما هي، الله عليك يا استاذ رحمة، زي ما هي. ادي ادي الفطير المشلتت معايا زي الفل. هاخد القرع العسلي ده كده وانزل بقى هنا كده اهو اهو. الله عليك، اللي هياكل من الطبق ده هيدعي لي، خاصة في أيام البرد والشتاء. بيقولوا في مطر النهارده، اعملي دي النهارده وادعي لي. الدنيا هتتلج بره وتجيب مطره ولا هتحس بحاجة. قرع عسلي، فطير مشلتت، يعني سمنة بلدي، يعني الخير بتاع الريف المصري والصعيد المصري، مع حليب كامل الدسم، مع شوية مكسرات من درج التلاجة اللي مركونين عندك. حطي عسل بدل السكر، خليك أحسن مني. مش عايزه تحط اي سكريات، عادي هو القرع العسلي الكفيل بالسكريات بتاعته. وننزل بها كده يا عم الشيف على فين؟ بعد كده على الفرن، ونسمي بسم الله ونحطها في الفرن. دي اسمها معركه بين الفطير المشلتت والقرع العسلي. هو مفيش اكله اسمها المعركه، بس انا يعني تعبير برضو مجازي ان الاكله دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، وما تجيش تقول لي انا بعمل دايت خالص. على فين؟ على الفرن. بس انا هعمل تركايه كده، معايا زبده حلوه كده، بحط مكعب زبده بدل القشطه البلدي، ما لقيتهاش وانا جاي، كان الراجل لسه قافل، قال لي هتيجي الساعه 2، قلت له الساعه 2 بكون خلصت هوا يا غالي. احط زبده كده بدل الايه؟ بدل القشطه. والله انت عندك قشطه بلدي بقيت احسن مني. ادخلها الفرن، اللهم صل على النبي. درجه حراره الفرن عندي 180، ادخلها لمده 10 دقائق ونبص عليها بعد كده. يلا باي باي، جيبوها لي. يلا تمام زي الفل. طيب المقلوبة على النار. تعالوا نعمل مع بعض شوربة. كلنا بنتكلم عن الكوسة ان هي متحددة الشخصية، يا اما ناكلها محشي، يا اما ناكلها بوريه، يا اما خضار سوتيه. ايه المشكلة ان احنا نعملها شوربة النهارده على طريقة البوغازي؟ مقاديرها على الشاشة. معايا كوسة، معايا كزبرة خضراء، كزبرة ناشفة، الاتنين مع بعض، ومعانا طبعا البهارات بتاعتنا، شويه ملح وشويه فلفل، دول مهمين جدا، وهنحط شويه زعتر للشوربه. المقادير على الشاشه، نبدا نشتغل فيها. معانا اتصال. مين يستأذن فريق العمل بتاعنا الشاطر الجميل مقادير المقلوبه تاني للساده المشاهدين، لان دي حصريا على شاشه القناه الاولى. كلنا بنعملها بالفراخ والارضبيط، بنعملها باللحمه الهوبر الضاني والبتنجان. انا النهارده عملتها بلحمه مفرومه وبتنجان، كسرت القواعد. مقاديرها على الشاشه، وقولوا معايا حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. لحم مفروم ضاني كندوز اللي عندك، نسبه الدهون من 20 ل 30%. بتعملها كفته، معانا بتنجان رومي جبناه مع بعض من خير ارضنا، قطعناه وحمرناه. التركايه بقى والتكنيك العالي في التنفيذ ان انا بجيب حله على النار، السماكه بتاعه الضلع بتاعها او الجسم بتاعها تكون سميكه شويه عشان ما تحرقليش الاكل. بحمر الكفته، بعد ما بحمرها بشيلها على جنب. مكان تحمير الكفته بنزل كده في جوس نزل، في بيون نزل، في طعم نزل مكان تحمير الكفته. هي دي الشوربه بتاعه المقلوبه. بنحمر بصلايه، بنحمر تومه، شويه بهارات حلوين من ضمنهم الكاري عشان اللحمه هنا. وبعد كده بحط شويه صوص طماطم واسيبهم ياخدوا غلوه على النار. بنزل بعد كده باللحمه والبتنجان، وانزل بطبقه من الرز، وبعدين باللحمه والبتنجان وطبقه من الرز، وبعدين اللحمه والبتنجان وطبقه من الرز، واغطيها. وقولي معايا اتقل على المقلوبه لما تستوي. انا يعني بقطع الكوسه بالشكل ده كده. ممكن في طريقه ثانيه، خلي بالك ان احنا ممكن ان احنا تتسلق الكوسه مع البصله والتومه اللي انا هحمرهم دلوقتي. تقدروا تضيفي كريمه لباني. الكوسه دي اللطافه فيها بقى انك تتعاملي معاها بحرص، هي خضرة ولونها جميل حلو قوي. فانا عايزه الشوربه كمان يبقى لونها اخضر، ما يبقاش لونها اسمر كده على السفره. نعمل ايه؟ التركايه بتاعه المغازي هنشوفها مع بعض دلوقتي. انا بقطع الكوسه كده بالشكل ده كده عشان مش هضربها في الخلاط، عايز شخصيتها قدامي وانا بشربها كده، لان ضربتها في الخلاط هتتوه ما بين شوربه البسله، شوربه البروكلي، هنسال نقول شوربه ايه ديت. ولكن انا حبيبها بالشكل ده كده. التقطيعه دي مهمه جدا، انا بشوف التقطيعه دي صغيره كده، دي لما تتسلق هتتهري دلوقتي. تاني كمان واحده عشان نشوفها مع بعض. يلا بجيب حبات الكوسه كده، اشيل الزهره بتاعتها واقطعها شرايح كده اهو بالسكينه من غير ما اعور نفسي، واجي كده بالشكل ده كده حاططهم تاني فوق بعض اهو، ومقطعها كده رفيعه لطيفه اهي زي لسان العصفور. كوسه صغيره ولا كبيره اللي عندك. ميزه شوربه الكوسه جيبي اي كوسه عندك. والله كنت عامله محشي كوسه ولقيت شويه كوسه كبار كده واتقطعت منك غصب عنك. قلب الكوسه مكان حفر الكوسه، مش بتقوري الكوسه عشان تعمليها محشي، خدي القلب بتاعها واعمليها مع شويه برغل، هتدعي لي. ايه الاكله دي يا شيف؟ الاكله دي من الريف السوري، عباره عن قلب الكوسه بياخد بصلايه ناعمه، فص توم حلو، معلقتين دبس الرمان، معلقتين ونص كوب من البرغل الخشن او الناعم اللي موجود عندك، بيتحطوا عليهم ونسيبهم على النار. طبق جميل جدا، قيمته غذائيه عاليه جدا. معانا اتصال زي الفل اهو. الكوسه خلاص حلوه اهو. بحط شويه ملح على الكوسه دي كده، شفت الجو ده كده اهو. بحط الفص الثوم الني على الكوسه، وتعالوا نشوفوا ازاي هنعملها شوربه سريعا. حله على النار زي الفل يا عم الشيف. شوربه اسهل من عمايل الشاي، حلو الكلام. بتعمليها بزبده ولا بزيت ولا بسمنه زي ما انت عايزه، بس الامانه هعملها بمعلقه سمنه، سمنه بلدي. يلا معلش ناخد دي كده زي الفل. مهمه جدا على فكره، طالما الكوسه عندنا ما فيهاش شوربه لحمه، لو انت استخدمت معلقه سمنه في عمايلها هتبقى لطيفه وحلوه، هتبقى ريحتها حلوه. ولازم تختاري نوعيه السمنه اللي بتستخدميها. الاخبار كده انا اخدها بالشكل ده كده. الله الله اهو. خلصت الشوربه. هنشوح الكوسه مع الفص الثوم اللي انا حطيته وشويه الملح. محدش سالني حطيت ملح ليه يا شيف؟ ما الملح ده ممكن تحطه مع السلق. سؤال مهم جدا نقدر نجاوب عليه بفصاحه. حلو. انا عايز احافظ على لون الكوسه، يبقى لونها اخضر، فاحافظ عليه ازاي؟ سواء بتسلقيها سواء بتشوحيها على النار، مهم جدا تخلي ذره ملح مع تشويح الخضار سواء كوسه او بروكلي، او في سلق الخضار اذا بتعمليه خضار سوتيه. انا كده بعلي النار معلش. حلو الكلام زي الفل. ونقلب الكوسه بتاعتنا. شايفه الخضار واللون بتاعها؟ الشوربه خلصت اهي. تومه معلقه سمنه حلوه تشم ريحتها كده وهي بتتحمر، والكوسه بتسيح جواها، واحمر كده. والتشويحه دي مهمه جدا، اشم ريحه التوم بس. شوربه سهله جدا، شويه فلفل، خلي بالك انت حاطه ملح، اوعى ايدك تسراك وتحط ملح تاني. حط كزبره ناشفه، الكزبره الخضراء مش هحطها دلوقتي خالص، هحطها قبل التقديم مباشره. الله. وشوربه خفيفه على المعده جدا، اللي عنده مشاكل مع الامساك يشرب الشوربه ديت. الكوسه استوت اصلا، الكوسه استوت، عينيا اهي استوت الكوسه اهي، الميه بتغلي كده معايا اهي زي الفل. خلاص تمام، نقلب المقلوبه. يلا نقلب المقلوبه. صل على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي. نشيل الحاجه دي من هنا كده عشان حبايبنا، وناخد الكوسه دي نخليها ورا كده، والكزبره نخليها هنا. عينيا. والمقلوبه اخبارها ايه؟ نأمن عليها كده زي الفل يا عم الشيف. كل اللي انا هعمله هاجي في الاطراف كده. الرز المصري ميزته طبعا بيتماسك مع المقلوبه، عشان كده المقلوبه ما بتتعملش غير برز مصري. شايفين الجو ده كده؟ يلا كله منتظر هي هتتقلب ولا مش هتتقلب، الرز استوى ولا ما استواش. صلي على الحبيب قلبك يطيب. نعم هنشوف. لا نزلت، طالما سمعت الصوت الناعم ده كده خلاص. اهي اللهم صل على النبي. ايه يا شيف المقلوبه اللي ما خدتش منك دقائق معدوده دي؟ ايه ده؟ ايه الشغل اللايف ده؟ شايفين الحمار والجمال مع ثمار البتنجان ولونه الاسود الحلو حلو. والشوربه خلاص جاهزه، نغرف الشوربه مع بعض. مش محتاجه اي برزنتيشن، البتنجان مش محتاج، الثمار والحلاوه بتاعته مش محتاج. والشوربه خلاص جاهزه، الكزبره الخضراء. الله. اخبار الكزبره، بقيت اشم ريحتها. طب ممكن تحط كرفس؟ عينيا. حاضر. يلا ادي الشوربه بتاعتي. يلا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها مع شوربه الكوسه في 5 دقايق. اللهم صل على النبي. هو ده، نطلع المعركه. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار هنا؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ صينيه القرع العسلي مع الفطير المشلتت، الشيف المغازي سماها معركه لمكوناتها الجميله. اللهم صل على النبي. مطبخنا على شاشه القناه الاولى بنشوفه دايما، رؤيه، فن، ابداع. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو.